قبل الجيم كنا بنتكلم ان المقاولين في امس الحاجه للثلاث نقط، ورغم كده ما بداش الجيم بشكل هجومي ودخل الجيم متاخر جدا. سبب ده ايه؟ هو بص، هو كابتن محمد عوده يعني هو كان ماشي عايز يهاجم ومن اول الماتش، بس هو طب انا طالع نص ملعب سيراميكا من غير ما اعمل خطوره، فانا ما استفدتش حاجه. الحسنه الوحيده اللي هو عملها في الشوط الاولاني تحديدا ان هو قدر ان هو يقتل الهجمات المرتده بتاعه سيراميكا كليوباترا. ده بالنسبه لي الحسنه الوحيده اللي عملها المقاولين. ورغم كده هو زي ما اسلام قال، هو في الشوط الثاني لما كان في اخر ربع ساعه لما حب ان هو يهاجم ويغامر هجوميا صنع كذا فرصه وكان ليه هدف وما اتحسبش عشان الكره ما عدتش، فهو كان خالق فرص على مرمى سيراميكا. فهو لو كان عايز يغامر شويه كمان من الشوط الاولاني كان يقدر انه يعمل ده، بس هو كان عنده مشكله وخايف من الهجمات المرتده بتاعه سيراميكا كليوباترا، عشان كده كان دايما مدي تعليمات للظاهرين بتوعه سواء كان امير عابد او حسن الشامي، لما تبقى الكره مش ناحيته الظهير بالظبط يبتدي ان هو ما يتقدمش قوي، في نفس الوقت ياخد خطوتين يخش جوه الملعب شويه على اساس ان هو يسند مع الاثنين بتوع وسط الملعب، فيقدر ان هو يبقى عامل كثافه في نص الملعب عشان لما الهجمه ترد عليه يبقى وموقف سيراميكا كليوباترا. وفعلا في الشوط الاولاني هو سيراميكا كليوباترا ما كانش عنده الهجمات الخطيره او الهجمات المرتده الخطيره اللي هو متعودين نشوفها منهم، لان هو عمل ده، فهو عمل الجزء او عمل جزء من اللي عايز يعمله اللي هو الجزء الكويس، بس توقيت الهدف زي ما اسلام قال بتاع شادي حسين فعلا يحبط اي فريق. صح. ومش اي يعني مش اي فرقه ومش اي مجموعه من اللاعبين يقدروا ان هم يرجعوا بعد توقيت الهدف ده، لو عايز خبرات كبيره قوي وعايز يعني عقليات مختلفه شويه، هم ما قدروش فعلا ان هم يرجعوا. الشوط الثاني سيراميكا قدر ان هو يمشيه تماما زي ما هو عايز من غير اي خطوره تماما لغايه اخر 10 دقائق، وكان ممكن يكون في تعادل للمقاولين. وانا شايف بصراحه يعني الماتش لو كان خلص تعادل فانا يعني كانت هتبقى نتيجه عادله، يعني ما كانش هتبقى حاجه يعني مفيش فريق نقول ان هو فرض سيطرته، ما كانش متفوق بشكل كاسح يعني بالظبط. فهي التعادل كان هيبقى نتيجه عادله بالنسبه للفرقتين، بس في الاخر احمد سامي خرج باللي هو عايزه من الماتش. انا مش محتاج اكتر من فرصه واحده او فرصتين بالظبط.